Evet, teşekkür ediyorum. نعم أشكركم جزيل الشكر. في البداية علي أن أقول بأن إسرائيل التي تحتل فلسطين مدة 76 سنة وما زالت تستمر في انتهاك الأراضي الفلسطينية، والآن تخوض هجمة وحشية لم يسبق لها مثيل في التاريخ، ونحن في اليوم 313، وبالتالي فإنني أود أن أقول من هذا المنبر بأن الرئيس الإسرائيلي مع الأسف قد ألقى كلمة في الكونغرس الأمريكي وتم التصفيق له وكأنه ضيف عزيز عليهم، وخلال 56 دقيقة في حديثه تم التصفيق له تقريبا ب 79 مرة، وبالتالي لا يمكن أن نقوم بالسكوت عن هذا الأمر، لأن قاتل الأبرياء وقاتل الأطفال والنساء والذي ما يزال يستمر في هجماته الوحشية على غزة أن يقوم بإلقاء كلمة في مجلس برلمان، وبالتالي نحن بدورنا أردنا أن نقول بأننا سوف نكون إلى جانب المظلومين وسوف نقف إلى جانب الحق، وبالتالي استضفنا سيد محمود عباس لكي يتحدث هنا في مجلس البرلمان، وكنا قبل ذلك نريد أن نستضيف السيد إسماعيل هنية المرحوم، ولكن مع الأسف بسبب اغتياله استشهد ولم يستطع القدوم إلى مجلس البرلمان، وبالتالي نحن أردنا أن نستكمل في طريقنا ونرسل رسالة واضحة إلى العالم بأننا سوف نكون إلى جانب الحق وإلى جانب المظلومين، فإن أولئك مجلس الكونغرس الأمريكي يصفقون لهذا القاتل، قاتل الأبرياء، ونحن في مقابل ذلك سوف نصفق للحق ولصوت الأبرياء ولصوت فلسطين، وبإذن الله سوف نستضيفه في مجلس البرلمان وفي هذا اليوم، وسوف يلقي كلمته ورسالته إلى شعبنا وإلى العالم أجمع، وبالتالي سوف يكون لديه رسائل لوقف إطلاق النار أيضا. وبالأمس فقامت رئيس الجمهورية استقبل السيد محمود عباس، وكان هناك لقاء استمر لبضع ساعات وتحدث حول المواضيع المتعلقة بالوحدة للدول الإسلامية ضد الدول التي تدعم إسرائيل، وعلينا أن نتخذ التدابير اللازمة من أجل ذلك ومن أجل وقف إطلاق النار، ونحن نناضل من أجل اتخاذ الخطوات التي تهدف إلى الوقف الفور لإطلاق النار. وكما تعلمون بالرغم من أن المجلس البرلمان في إجازة حاليا في تركيا، إلا أننا سوف نقوم بهذا الاجتماع في هذا اليوم، وسوف يلقي السيد محمود عباس برسائله في هذا المجلس، وسوف تكون هناك أيضا زيارة لبعض الأماكن في مجلس البرلمان، حيث سوف تكون هناك صور متعلقة بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة، وكذلك هناك دعونا كان لدينا دعوات للسفارات في مختلف دول العالم لكي يشهدوا على هذا الأمر، ونحن كدولة تركيا سوف نقف إلى جانب المظلومين دائما وإلى جانب القضية الفلسطينية، وذلك برئاسة فخامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ونحن نعلم بأن شعبنا يدعم ذلك أيضا، والأمة تقف إلى جانبنا، وهذا هو الهدف بالاجتماع في هذا اليوم وكذلك الكلمة في هذا اليوم، وبإذن الله تعالى سوف نفيد الحقيقة من هذا المجلس ومن هذا مجلس البرلمان في الساعة الثالثة بإذن الله تعالى.
نعم. ونحن شكرا. نقول بأننا لن نصفق للظلمة ولن نسكت لهم أبدا. نحن لسنا مجلسا يصفق للظالمين وقاتل الأطفال، على العكس تماما، نحن مجلس يقف إلى جانب المظلومين وإلى جانب القضية الفلسطينية، وسوف يشهد لنا العالم ذلك بإذن الله تعالى في هذا اليوم. والعالم الإسلامي عليه أيضا أن يقف إلى جانب الحق وإلى جانب القضية الفلسطينية وإلى جانب أهالي غزة وأهالي فلسطين. نعم، شكرا لك سيد حسن توران، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الفلسطينية، كنت معنا مباشرة من أنقرة.